مرات وقال انا عايز بندوره وعايز عمل وعايز جهد، فقال انا حشارك معكم وحشارك معكم وتحضروا. وهو حضر اولنا والله صباحا، واحنا جينا برضه معاه، ومشكورا للراي اللي زاول هذا العمل بنفسه وبجهده الذي يحسد عليه. وهناك نادر من الناس من يقوم بهذا العمل، انما هو الراي توانى كاني هذا البلد بلد ما اعرفش ايه. سبحان الله، قال دي انا بلدي مش بلدكم انتم، وانا بعمل الخير لله، لا ابتغي وجه الا وجه الله. انت عارف على الاسم؟ ماشي، ياسر خالد الفاعل، جزيره دمره، وكيل مدرسه الحجاج الابتدائيه. هو انت نازل النهارده ليه في ظل الاجازه عيد العمال تشتغل؟ انا عارف تماما ان النهارده عيد العمال، والعمال طبعا بتحتفل في اليوم ده، وكل واحد بيكون في بيته مع اولاده. ولكن احنا الحمد لله رب العالمين فرقه عمل هنا متكامله الحمد لله، معانا المهندس ومعانا المعلم ومعانا كل حاجه. فطبعا احنا استغلنا يوم الاجازه النهارده بالنسبه للعمل عشان نكمل انجاز الصف اللي قامت بيه البلد بمساعده اهل البلد. احنا مش لوحدينا، الاستاذ خالد والاستاذ محمود والاستاذ شريف والاستاذ ناصر وكل الاخوه اللي معانا اللي قائمين على العمل معانا النهارده، واقفين معانا بنشتغل بايدينا. تمام، والحمد لله رب العالمين. احنا عايزين نعمل حاجه كويسه لاهل البلد، لبلدنا، لان احنا قريه محرومه من زمان من اي عمل. والحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بالاستاذ خالد الوحده الصحيه والمدرسه وادي البوابه، وان شاء الله الانجازات قادمه باذن الله. تعرف على الاسم؟ ناصر محمد عبد اللطيف. النهارده وانت وطالع اولادك ما يقولكش انت النهارده اجازه وخليك معانا كده قال والله العظيم. بس احنا برضو زي ما قال لك الاستاذ ياسر، العمل الخيري ده او المجهود الذاتي ده لازم نكمل بيه عشان يعني نقوم بالبلد ونعمل حاجه للقريه بتاعتنا. وفي نفس الوقت يعني زي ما انت شايف كده، احنا اليوم الاجازه بتاعتنا ده مقضينه في العمل الخيري ده لله بدون مقابل من اي شيء من اي حد. شغلانتنا مدرسين والله الحمد، وبرضه بمجهود البلد ومجهود الاستاذ خالد والاستاذ محمود والمهندس محمد احمد والاستاذ شريف، كلنا فريق واحد كامل متكامل ان شاء الله باذن الله. يعني الدنيا الحر وشغالين والله، السعاده كلها لما تعمل حاجه لله عز وجل وتكون مصلحه عامه للجميع، يعني دي السعاده فعلا. والراحه فعلا لما تلقى مثلا الناس كلها مرتاحه بعمل حباه، فعلا حابين العمل ده لانه لله عز وجل، وما كان الا ده منتصر وما كان لغيره انقطع وانفصل. الحاجه دي يعني الحمد لله طبعا بفضل اولا اهالي جزيره دندره، وفضل الاستاذ خالد طبعا الرايل معانا بكل حرف وكل عمل معانا اول باول، وطبعا ما ننساش برضه الرابطه. يعني كلنا فريق كلنا متكامل، والشيخ محمود وياس زي ما قال برضه يعني الحمد لله. بس يعني معلش اسمح لي ان انا ازيد عليك نقطه اخرى. خالد، تعرف على اسم؟ خالد عبد الشاف محمود، رئيس الوحده المحليه لقريه دندره. عايزين نعرف منك تفاصيل اكثر عن انشاء مدخل جزيره دندره ووجودكم النهارده في اجازه عيد العمال. والله المواطنين مدخل الطلب